الله أكبر الله أكبر. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجاب الله وإياكم وجميع المسلمين من النار ومن حرها وحالها وحال أهلها، اللهم آمين. أحباب الكرام، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم الحليم جل وعلا، الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم الطيب المبارك ومع هذه الوجوه المتوضئة بنور الإيمان، أسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمعني وإياكم يوم القيامة مع سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار مقامته ومستقر رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، اللهم آمين. إخوة الإسلام والإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، جعلني الله وإياكم من المتقين، اللهم آمين. أحباب الكرام، حديثي إليكم اليوم إن شاء الله عز وجل سيكون عن مرض من أمراض القلوب، والأمراض تنقسم إلى قسمين: أمراض تصيب الأبدان، وأمراض تصيب القلوب. نحن اليوم إن شاء الله جل وعلا بصدد الحديث عن داء عضال، ومرض فتاك قتال، وشر مستطير. هذا المرض أيها الأحبة الكرام، إذا أصيب به العبد هلك وخسر خسرانا مبينا. إنه داء طول الأمل، طول الأمل. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. فما هو الأمل يا عباد الله؟ أو ماذا نقصد بطول الأمل؟ طول الأمل أن يعتقد الإنسان، أو أن يظن المرء في قرارة نفسه، أن الموت لا زال بعيدا، أنه بينه وبين الآخرة مفاوز ومسافات وطريق طويل، ولا زالت الحياة أمامه. يمني نفسه دون أن يعد العدة وأن يتأهب أهبته للسفر. لأن الإنسان في هذه الحياة أيها الأحبة الكرام، يجب عليه أن يكون على جناح مسافر أو على جناح سفر. فالناس في الدنيا مسافرون، نحن في هذه الدار في سفر. والمسافر كما تعلمون أيها الإخوة لا بد له من زاد وعدة. المسافر لا بد له من إيش؟ من زاد وعدة. تزود من حياتك للمعاد، وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا كثيرا، فإن المال يجمع للنفاد. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ طول الأمل يقسي القلب، وهو مرض خطير أيها الأحبة في الله. صاحب السبعين وصاحب الثمانين يعتقد ويظن أن الحياة لا تزال أمامه، يمني نفسه، يعيش آمالا عراضة، آمال عريضة وطويلة. وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: كل امرئ مصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله.
والموت أدنى من شراك نعله. الأمل أيها الأحبة أن ينظر الإنسان إلى الحياة نظرة تفاؤل ونظرة أمل، هذا مطلوب شرعا، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الآخرة. أن يعمل الإنسان للدنيا بالكلية وينسى الآخرة ولا يجتهد من أجل الآخرة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. المؤمن العاقل أيها الأحبة في الله هو الذي يعد العدة ويتأهب للسفر ويعلم أنه مسافر وأنه سيرحل في يوم من الأيام، فلا يغتر بمنصبه ولا بسطوته ولا بسلطته ولا بفتوته ولا بقوته ولا بعشيرته ولا بضخامته. سيأتي عليه يوم ليرحل من هذا العالم. يا نفس يا نفس توبي فإن الموت قد حان، يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه، نرى بمصرعه آثار موتانا. في كل يوم وفي كل أسبوع نشيع الجنائز وتتطاير إلينا أخبار الموتى من هنا وهناك، من عائلاتنا وأقاربنا وأحبابنا وأصدقائنا ممن يعاشروننا ويخالوننا. في كل وقت وحين نصيب بفاجعة. أين من يتذكر؟ أين من يعتبر؟ أين من يتعظ؟ أين من يرتدع؟ أين من ينزجر؟ أين من يلقي السمع وهو شهيد؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ولقى السمع وهو شهيد. أين المعتبرون؟ أين المتأملون المتدبرون؟ إذا فقدت واحدا من إخوانك وأحبابك فتلك رسالة أو برقية عاجلة إليك من ملك الملوك. ماذا تقول هذه الرسالة؟ تقول هذه الرسالة: فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. نعم، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها إيش؟ محمول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. كل ابن أنثى، كل بشر، كل مخلوق، جنس البشر سيأتي عليه يوم ليرحل من هذا العالم. ولكن أيها الأحباب الكرام، غلبتنا آمالنا، شغلتنا أموالنا وأولادنا وأهلنا وضيعاتنا ومزارعنا وأموالنا ووظائفنا، شغلنا أيها الأحبة بالآمال الطوال. صاحب الستين يؤمل، صاحب السبعين يؤمل، صاحب الثمانين والتسعين يؤمل ويعتقد أن الطريق لا تزال أمامه، وهو مدون في سجل ملك الموت لتقبض روحه في ذلك الأسبوع أو في ذلك اليوم أو في تلك السنة أو في ذلكم الشهر. مدون ومكتوب عند ملك الموت في ديوان أن روحه ستقبض، وهو ما زال يأمل. إلى ما تغر بالأمل الطويل وليس إلى الإقامة من سبيل. كم نغتر بالأمال. وسبحان الفتاح العليم، سبحان الفتاح العليم، إذا كبر الإنسان وبلغ السبعين والثمانين والتسعين وهب أنه عاش المئين فإن الأمل يبقى شابا. وتخيل معي صاحب الثمانين لا زال يعمر ويبني ويجمع من حلال ومن حرام، لأن الأمل في قلبه لا زال فتيا. كبرت سنه وشاغ ولا زال قلبه يحب الشهوات والمغريات والملذات والأهواء، لا زال يحب أن يعيش. القبر صندوق العمل، القبر صندوق العمل. ولذلك تعجبني هذه الكلمات الرقيقة الرائقة ذات المعاني الفائقة. يقول أحدهم: وحاول أن تستحضر أخي قلبك وقالبك وخلدك ولبك لهذه الكلمات التي لو كتبناها بماء الذهب ما أنصفناها حقها. يقول القائل:
أنت الذي ولدتك أمك باكيا، أنت وأنا وفلان وعلان وزيد وعمر من الناس، أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أنت الذي خرجت من عالم الرحم، من عالم الأجنة، من بطن أمك إلى هذا العالم تصرخ، استهل الإنسان خروجه إلى الدنيا باكيا صارخا، لأن الدنيا دار الأذى والقذى ودار الأغيار ودار الأنكاد والأكدار والأقراح والأطراح، لا ينتظر الصحيح فيها إلا السقم، والصغير إلا الهرم، والكبير إلا الموت. لا تخلو من بلية ولا تصفو من محلة ورزية، لا تخلو من بلية ولا تصفو من محلة ورزية. عبر الله عز وجل في القرآن الكريم عن هذه الدنيا فوسمها ووصفها أنها لعب ولهو، قال جل وعلا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الغرور، تحدث الله عز وجل في القرآن الكريم عن الدنيا واعتبرها كسراب بقيعة. حينما يكون الإنسان في الصحراء ويشتد به العطش فيبدو إليه من بعيد، يبدو إليه سراب، فيخيل إليه أن هذا السراب ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وصف الإمام ابن القيم الدنيا بثلاثة أوصاف. قال ابن القيم رحمه الله: أعجب الأشياء بالدنيا الظل، الظل أعجب الأشياء بالدنيا الظل، تحسب له حقيقة ثابتة وهو في تقلص وانقباض، تتبعه لتدركه فلا تلحقه. وأشبه الأشياء بالدنيا المنام، يرى فيه العبد ما يحب وما يكره، فإذا استيقظ علم أن ذلك لا حقيقة له. وأشبه الأشياء بالدنيا السراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أنت الذي ولدتك أمك باكيا، يخرج الإنسان من بطن أمه، من عالم الرحم، من عالم الأجنة إلى هذا العالم باكي، وكأنه يعلم هذا الجنين الخارج من عالم الأجنة إلى عالم الدنيا أنه سيجد الهم والغم في هذه الحياة. ولذلك أقول لكم دائما أيها الإخوة الكرام، السعادة في الدنيا سعادة نسبية، ليست سعادة مطلقة إطلاقا. معنى هذا الكلام، الإنسان في هذا العالم لو ملك الملايين والملايير وملك من الدنيا ما ملك، فإن قلبه وخاطره لا يخلو من هم، ولو كان يملك الملايين المملينة، ولو كنز الكنوز، ولو كانت أملاكه تفوق أملاك قارون الذي قال: إنما أوتيته على علم عندي. لا يخلو قلب من هم وكدر، لأن الدنيا طبعت على الأقدار كما قلت. ولذلك أيها الأحبة في الله، أذكر لكم في هذا السياق قصة رجل يسمى أبا الحسن التهامي. أبو الحسن التهامي مات له ولد، فقال فيه كلاما. ماذا قال لما مات ولده؟ قال: حكم المنية، المنية يعني الموت، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. الله أكبر. أنا الآن أتحدث عن فلان وعلان،
وسيأتي وقت ليتحدث به عني، ليتحدث عني، فيقال فلان مات، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، يعني من جملة ما قال في ولده الذي توفي: جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. ومضت أيام قليلة فمات أبو الحسن التهامي. مات إيش؟ أبو الحسن التهامي. فرؤي في المنام، رؤي أبو الحسن التهامي في المنام، فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ قال: غفر لي وأدخلني الجنة. قيل له: بما غفر الله لك؟ قال: لما قلت في ولدي جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحك الطير في وكره ومجدك الوحش في قفره، ومن آياته أن تقوم السماوات والأرض بأمره، سجد بحكمتك الليل إذا يغشى، ونطق بجلالك النهار إذا تجلى. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه، ومن مات فإليك منقلبه، بالبر معروف وبالجود موصوف. يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر زاخر متجدر. أيها السادة الأعزاء، يقول السيد الجليل محمد، يقول أستاذ البشرية وطبيب الإنسانية صاحب الرسالة العصماء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ بمنكب عبد الله بن عمر فقدم له وصية عظيمة نفيسة. ماذا قال له رسول الله؟ قال عبد الله بن عمر، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. كن في الدنيا كأنك غريب، معنى غريب مسافر، يعني أتيت من مكان كذا ووصلت إلى هذا المكان، فجلست ساعة ساعتين يوم أسبوع ثم أتممت طريقك نحو الأمام. هذا هو الإنسان في الدنيا، مسافر، مسافر زادي علومي، مسافر، نحن في سفر، ولا بد للمسافر أن يصل إلى إيش؟ إلى الموطن الذي يطلبه أو إلى المكان المقصود، لا بد أن يصل المسافر إلى المحطة التي يقصدها ويرومها. فنحن لا بد أن نصل إلى عالم الآخرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلا إله إلا الله. اسمعوا معي أيها الأحباب الكرام إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول في هذه الوصية الجامعة المانعة. هذه الوصية وجهها النبي عليه الصلاة والسلام لمن؟ لعبد الله بن عمر. ولكن عندنا قاعدة في الأصول تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالوصية إذا كانت موجهة لعبد الله بن عمر فهي موجهة إلي وإليك، أنت كذلك وأنا، كل من ينطوي وينضوي تحت كلمة التوحيد فهو، فهذه الوصية موجهة إليه، فهو مطلوب بهذه الوصية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت أو إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. انظر إلى طول الأمل الموجود عندنا نحن أيها الإخوة، الإنسان يأمل آمالا عريضة. عبد الله بن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أما أنا وأنت وفلان وعلان يؤمن آمالا عرافة، بعد 20 سنة من الآن وبعد 30 سنة من الآن لا زال يأمل ويتمنى ويشتهي
أن يبني هنا وأن يعمر هنا وأن يفعل هنا وأن يجمع من هنا وكذا، حتى يباغته ويفاجئه ويدركه الموت وهو غافل، هو غافل. وهذا ما نراه في هذا العالم، عالم الشهوات والشبهات والفتن والمحن والبلايا والرزايا والخطايا. أسأل الله السلامة والعافية، اللهم أمين. أيها الأحباب الكرام، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك بأهل القبور. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. يقول أحد السلف، يقول إن شيخه كان يحمل رقعة في جيبه، يجوز في لغة العرب أن نقول رقعة ورقعة بالكسر والضم معا، كان يحمل هذه الرقعة في جيبه. وبعد كل يعني بعد كل لحظة تقريبا يخرج هذه الرقعة من جيبه وينظر فيها، ينظر في المكتوب في هذه الورقة، ثم يعيدها إلى الجيب، وبعد لحظات يدخل يده في جيبه فيخرج الرقعة وينظر فيها، وهكذا وهكذا. يقول ولده: ولما مات والدي وقعت الورقة في يدي. الله أكبر. كتب فيها سرا عظيما لا يعرف أحد ما المكتوب في هذه الورقة. ولما مات وقعت الورقة في يد ولده. يقول: فلما أخذت الورقة وجد مكتوبا فيها: أحسن عملك فقد دنا أجلك. لا إله إلا الله. أحسن عملك فقد دنا أجلك. ينظر في هذه الورقة في كل وقت حتى يعظ نفسه، لأن هذه النفس ميالة إلى الشهوات. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. فخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهم. ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعي التابعين، ومن صار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في الآية التي ذكرتها قبيل قليل: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إن من الأسباب التي تقسي القلب طول الأمل، طول الأمل. أن تعتقد يا ابن آدم أن الموت لازال بعيدا، فالموت كما نشاهد الآن ولا سيما في هذه الأيام وفي هذه السنين الأخيرة يخطف الشباب والشيوخ، بل يخطف الشباب قبل الشيب، يخطف الصغار قبل الكبار، ويدخل على الأغنياء بنفس الطريقة التي يدخل بها على الفقراء. الله عز وجل ساوى بالموت بين كل المخلوقات، فلا مفر لأحد منه ولا أمان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها الأحباب الكرام، من الأسباب التي نعالج بها طول الأمل أن تعلم أنك راحل، أن تعلم أنك راحل، سترحل، سنرحل جميعا. ولذلك سبحان الله العظيم، حينما يزداد المولود يكتب له في بطاقة الحالة المدنية تاريخ الولادة وتاريخ الوفاة، فكما أنه ولد فكذلك سيموت. والعلم عند الله بعد 100 سنة من الآن لا أكون أنا ولا أنت، بعد 100 سنة أو أقل أو أكثر بقليل
لأن الأعمار بين الستين والسبعين كما قال رسول الله، وقليل من يتجاوز هذه السن، من يصل الثمانين والتسعين والمئين. بعد 100 سنة من الآن لن أكون أنا ولن تكون أنت. كن على يقين جازم، فأعد العدة وتأهل وشمر، شمر عسى أن ينفع التشمير، وانظر بفكرك ما إليه تصير. شمر، استعد من الآن، جدد السفينة، أعد الزاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود، استعد. أيها الأحباب الكرام، من الأسباب التي نعالج بها أيضا طول الأمل زيارة المقابر. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ حينما تقف بين القبور، هل هنالك فرق بين فلان وعلان، بين صبي وصغير وكبير؟ أبدا، الناس سواسية في المقابر، لا فرق بين فلان ولا علان، لا ملك ولا مملوك ولا رئيس ولا زعيم ولا مزعوم ولا غني ولا خفير ولا وزير ولا شيء من هذا القبيل، ولا عالم ولا جاهل ولا أمي ولا مثقف ولا الناس سواسية، سواسية كأسنان المشط، لا فرق بينهم، لا فرق بينهم. أتيت القبور فناديتها فأين المعظم والمحتقر؟ أين المعظم وأين المحتقر من بين هؤلاء المقبورين؟ أيها الأحباب الكرام، إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زار المقابر يوما مع جملة من الصحابة، ولما وقف بين يدي الموتى المقابر قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال: واسمع إلى ما قال، فوالله وبالله وتالله إنها لكلمات مزلزلة. قال: أما أموالكم فقد قسمت، ذلك المال الذي كنت تجتهد من أجله وتترك الصلوات والجمعة والجماعة وربما جمعته من حرام، سيتمتع فيه الورثة الجهال بعد مماتك، وستسأل عنه أنت وحدك. نعم أيها الأحباب الكرام، أما أموالكم فقد قسمت، أما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت، ذلك المنزل الذي جهزته بأحدث تقنيات، بالمكيف جهزته وأنفقت مالك كله من أجل ذلك البيت، سيتمتع فيه ورثة الجهال بعد موتك، وسيكون لهم حلالا طيبا، وأنت ستسأل عن كل درهم ودينار أنفقته في ذلك البيت. أين من يتعظ؟ مشكلتي أنا ومشكلتنا جميعا أننا لا نتعظ، نسمع هذه الرقائق وهذه المواعظ وهذه الخطب الطنانة والكلمات الرنانة، ولكن لا نتعظ، لأن قلوبنا غافلة ساهية لاهية شاردة. نعم غافلون. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه: أما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم سكت رضي الله عنه وارضاه، والتفت إلى أصحابه وقال كلمة مزمجرة عظيمة جليلة، قال: أما والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى. أما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت، وأما أزواجكم فقد تزوجن غيركم، وصيرت ولدي عبدا ليخدمها، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن. خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ من ملك الدنيا بأجمعها راح منها بغير القطن والكفن؟ أبدا. يخرج الإنسان من الدنيا بلا درهم ولا دينار، يخرج من بطن أمه لا يملك شيئا، يستغل خروجه باكيا صارخا
ويعود إلى القبر كما خرج من بطن أمه، يلبس ماذا؟ ريطتين، ريطتين، ثوبين، ثوبين، يلبس ريطتين، لا ريطتين متنسم من روح الحياة ولا القميص مخيط، ريطتين، الكفن اللي غالي كيدير 20 أورو، ريطتين، يلبس ريطتين، كفن، ويخرج من الدنيا، وأخرجوني من الدنيا فوأسفا على رحيل بلا زاد يبلغني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني، وكشف الثوب عني لينظرني، وأسبل الدمع من عينيه أغرقني، وقال صلوا، وقال صلوا صلاة لا ركوع، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. أيها الأحباب الكرام، طول الأمل يقسي القلب، ومن الأسباب التي نعالج بها ومنها طول الأمل زيارة القبور. قال عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. زيارة المقابر تذكر الآخرة. إذا زرت المقبرة معنى ذلك أنك ستكون هاهنا في يوم الأيام. وأختم بهذا المشهد الرهيب المهيب: كلما تذكره العبد إلا ودمعت عينه ولان جلده واقشعر بدنه. تخيل معي هذا المشهد الذي سأعيشه أنا وتعيشه أنت، يعني دون شك ولا مرية ولا أدنى نقاش، أنت وأنا ستعيش هذا المشهد وسنعيشه جميعا. ما هو هذا المشهد؟ فوالله وبالله وتالله إنه مشهد رهيب أيها الأحباب الكرام. تخيل معي الآن، نحن في جماعة الآن، نجالس بعضنا، نضحك بعضنا، نآكل بعضنا، نؤانس بعضنا، نتحدث مع بعضنا، ولكن سيأتي وقت من الزمن، حين من الدهر، سيأتي يوم، ساعة، ستطرق في لحدك وفي قبرك وحيدا دون أنيس ولا رفيق ولا مال ولا زوجة ولا ولد، أنت وحدك. عند ذلك ينادي عليك ملك الملوك: عبدي ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق معك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، لا ظلم اليوم. فالمسلم ينبغي أن يتذكر هذه اللحظة أيها الأحباب الكرام، حينما تضع في قبرك ويرجع الأب الإبن والأخ والأهل والأولاد، وسيتركونك وحيدا. والأدهى والأمر والأطم والأعظم بعد شهر ستنسى، بل أقل من شهر سينساك، تنساك الزوجة وينساك الولد وينساك الحبيب والقريب والصديق والعدو، وتكون رهين عملك، سينساك الجميع، لن يتذكرك ولدك، والله لن يتذكرك بعد موتك ولو كان صالح إلا بالدعاء، إذا كان من الصالحين. أما إذا لم يكن من الصالحين فحق ولا حرج. لذلك أيها الأحبة، أعدوا الزاد للقاء رب العباد، فإن السفر طويل والعقبة كؤود. اللهم إني أسألك وتوجه إليك في هذه الساعة أن تجعلنا ممن يتزودون الآخرة. اللهم اجعلنا ممن يتزودون الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم استر عوراتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا أديته،
ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم داوي جراحنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم اقض ذنوبنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وكريم تحب الكرم فتجاوز عنا. اللهم تجاوز عن سيئاتنا وهفواتنا وعثراتنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عوراتنا وفرج كروبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم داوي جراحنا واغفر ذنوبنا. اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه البلاد، اللهم اجعلنا سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم ارزقنا الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والسلامة والإسلام، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحد الأخت ديالنا مريضة تسألنا الدعاء، اللهم اشفي هذه الأخت يا رب العالمين، اللهم داويها بدوائك، اللهم اشفيها بشفائك، اللهم بارك في أولادها وبارك في أهلها، اللهم ارفع عنها الداء وأنزل عليها الدواء. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفيها من جميع الأمراض والأسقام، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في أهلها وبارك في مالها وبارك في رزقها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من سألنا الدعاء لمريضه فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان له ميت فارحمه يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أخونا محمد توفيت والدته البارحة، نسأل الله جل وعلا أن يرحمها برحمته الواسعة. اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين. اللهم أنس وحشتها، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين، اللهم ثبتها عند سؤال الملكين. اللهم ارحمها يا رب العالمين، اللهم اغفر ذنوبها، اللهم ارزق اهلها وذويها وذريتها الصبر والسلوان، اللهم ارزقهم الصبر والسلوان، اللهم ارحمها برحمتك الواسعه. اللهم ان كانت محسنه فزد في احسانها، وان كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها. كذلك اخونا الحاج حسين الذي انتقل الى ربه سبحانه وتعالى ورحمه الله سبحانه وتعالى في هذه الايام، اللهم ارحمه يا رب العالمين. اللهم اغفر له يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اعف عنه وعافه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم اعف عنه وعافه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، ولا تجعل حفره من حفر النار. اللهم ارحم ابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا واعمامنا وعماتنا واخواننا وخالاتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في شيوخنا وبارك في شبابنا وبارك في شيبنا وبارك في رجالنا وفي نسائنا. اللهم من كان منا مريضا فاشفه يا رب العالمين، اللهم اشفه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك يا اخونا عبد القادر المشروعي، صلى الله عليه يشفيه ويعافيه، اللهم اشفه يا رب العالمين، اللهم داويه بدوائك، اللهم ارفع عنه الداء وانزل عليه الدواء، اللهم متعه بالصحه والعافيه، اللهم اشفه يا شافي الاسقام داويه بدوائك، اللهم اشفه بشفائك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. امين امين، والحمد لله رب العالمين.